جعفر، جعفر، ألا يكفيك التصرف على هواك وتفشل فيما تقوم به؟ ألم تعدني يا سيدي أنك ستقف معي وتحميني؟ بلى، وعدتك أن أقف معك شرط أن تنجح في وضع حد لهما، لا أن تأمر العبيد بالهجوم على مسلمين في وضح النهار. اقترفت خطأ، لكن لو كانت النتيجة كما أردنا لما كنتم تلومونني الآن، ولو كان الرجال رجالا لكنا نحتفل الآن. أتلومني الآن؟ أعطيتك رجالا من أفضل وأقوى العبيد الذين أملكهم، لكن أعداءكم كانوا جبابرة في القتال. ها؟ هل سمعت؟ لا يكفي أنك فشلت في مهمتك، بل ورفعت أيضا مكانة أولئك اللصوص، حتى تاجر الرقيق بدأ بمدحهم. هذا يكفي، لقد ضيعت فرصتك. لا يا سيدي، لم تضع الفرصة، لقد كانت مشاجرة وانتهت، ورجاله لم يستطيعوا حل هذا الأمر، فقط نحن من يعرف الحقيقة هنا. بالطبع يا سيدي، لم يأتي أحد ليسأل عن الأمر، والعبيد ذهبوا في سبيلهم فرحين بحريتهم، مؤكد أن سرنا سيكون في مأمن للأبد. بالطبع في مأمن، ولو لم يكن كذلك لكنت. اخرس يا جعفر، أنت تتكلم كثيرا. لا يجب أن نتراجع يا سيدي ونترك عملنا ناقصا، بعد هذه الحادثة سيتباهون أكثر، لا سيما بعد أن ذهب والدك إليهم بنفسه، لذا قد يتمادون ويقللون من شأنك يا سيدي. وقح، ماذا قلت؟ أنا لا أخف من أحد سوى الله، ضع هذا في رأسك الأحمق. لديك فرصة أخيرة لتقطف أرواحهم. هذا هو الاتجاه، سنسير بمحاذاة الساحل. لعله خير، من في هذا الوقت؟ ليس شخصا لا ننتظره، تمهلي، نحن سنفتح. السلام عليكم، عمتم مساء. وعليكم السلام اسكندر، هل عرفت شيئا ما؟ نعم عرفت. جعفر التقى بشاهين ابن كيليش. أرأيته بعينيك؟ تعاقبته بعدما تركتهما كما أمر الرئيس. ماذا نفعل رئيس عروس؟ ماذا نفعل برأيك؟ يبدو أن الذئاب لا تلد ذئابا دوما. قبل أبوه جبيننا وهو حاول قتلنا، مع أن أباه اعتبرنا أولاده، لكنه لن يكون أخا لنا، يجب أن نفعل شيئا. لا تقلق يا إلياس، لن نثق بأحد ولن ندير ظهرنا لأحد، وسنتخذ التدابير اللازمة.